أعلنت اللجنة المنظمة لثورة تشرين بأن القوات الحكومية والميليشيات ارتكبت مجزرة ضد المتظاهرين السلميين في النصرية عبر استخدام مفرط للقوة وبطريقة انتقامية. وأضافت اللجنة في بيان لها أن هذا التصعيد في المحافظة جاء بعد تسلم الفريق الركن جميل الشمري للملف الأمني للمحافظة، محملة إياه المسؤولية المباشرة عن عملية القتل والقمع وبأمر من عادل عبد المهدي، حيث تسعى الحكومة وإيران التي تقود غرفة عملية قمع التظاهرات في العراق تسعى إلى عسكرة التظاهرات السلمية. ودعت لجنة التظاهرات الجميع لمساندة أهالي النصرية بكل الوسائل المتاحة بسبب ارتفاع أعداد الجرحى، كما دعت وسائل الإعلام إلى كشف الجريمة الكبرى التي تحدث في النصرية، مؤكدة أن هذه الجرائم لن تسقط وسيتم محاسبة كل من ساهم في إراقة الدم العراقي.